السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن الطريقة الصحيحة لاستقبال وتربية الكتاكيت في فصل الشتاء. أولى هذه الطرق أو الطريقة السليمة لتربية الفراخ في الشتاء إن إحنا بنجهز الكتاكيت بتاعتنا. وتجهيز الكتكوت بيعني ان احنا بنشتري الكتكوت بتاعنا من مصدر موثوق منه، بنبقى عارفين نوع الكتكوت ايه، هو النوع اللي احنا عارفينه والشركة اللي سمعتها كويسة او المصدر اللي مصدره كويس، وبنبدأ نجيب الكتكوت بناء عن النوع الكويس وعن المصدر الكويس وعن الوزن الكويس للكتكوت بتاعنا. كل هذه المعلومات لابد ان احنا ناخد بالنا منها قبل شراء الكتكوت. الوزن من 40 ل 44 جرام، المصدر سواء كان تاجر او موزع، علشان نضمن ان الكتكوت كويس. دي اول شيء. الشيء الثاني، خلاص حجزنا، طهرنا الكتاكيت طهرنا المكان وسيبناه اكتر او متوسط 7 ايام، بدأنا نعقم ونطهر. وانا استعرضت في فيديوهات سابقة ازاي بنطهر وبنعقم والمطهرات المستخدمة في فيديوهات عديدة على القناة. خلاص انا طهرت وعقمت وحجزت الكتاكيت ودخلت وجبت الكتاكيت، ببدأ اظبط اشوف هجيب العدد اللي قدامنا دوت 300 طائر. بنجيب لهم حوالي 6 علفات وست مسائي و5 اطباق تحضين، وبنبدأ نجيب العلف البادي ليهم، والعلف يبقى موجود وما نكترش. بنجيب العلف اسبوع باسبوع علشان ما يبصي او يتلف او يحصل له اي شيء. ونبدأ خلاص بقى حجزنا والكتاكيت جاية في الطريق، بنبدأ نستقبلهم على اي مادة بنقول عليها محلول جفاف، قد يكون مية بسكر، قد يكون عسل نحل، قد يكون عسل اسود، قد يكون فيتامينات او مغذيات بيطرية او بشرية. وبرضو استعرضت فيديوهات عن كل هذه المواد بننزل للكتكوت بتاعنا ليه محلول جفاف او بنستقبله على فيتامينات اول ما يجي، علشان الكتكوت بتاعنا بيبقى مجهد في الطريق او في السفر او في العربية. فعلشان كده لابد ان احنا نستقبله على مية بسكر 10 جرام على لتر مية، او عسل نحل 2 سنتي، او عسل اسود 5 سنتي، او محلول جفاف بشري. العلبة اللي هم 4.5 جنيه دي فيها 5 ب10 بواكب بنحطهم على لتر مية، او اللي هو البيطري 1 جرام الى 2 جرام على لتر مية. وبعد كده نبدأ نشغل الدفاية بتاعتنا. طبعا عدد 300 واحنا في شهر واحد محتاج دفاية زي دي بأنبوبة. دفاية موجودة عند اي مكتب او اي مكان بيبيع مستلزمات. اما بقى 50 20 10 100 ممكن ندفيهم باللمض. طبعا لابد من ان يكون يعني في دفاية، وبص اللمض 1 2 3، كل ما كانت الانارة كويسة في المكان الكتكوت يعرف يتحرك ياكل يشرب يشوف الاكل. وطبعا في تجانس اللمبات اهيت على طول العنبر، في تجانس للمبات. الدفاية في النص زي ما انتم شايفين على ارتفاع حوالي 40 سنتي من الفرشة. تمام، الفرشة تحت الفراخ يعني ما تقلش عن لو بنقيسها 5 سنتي شوية، لا نزود. كل ما كانت الفرشة تقيلة الكتكوت بتاعنا يدفى وتدفي الفرشة، وبالتالي لما الكتكوت بتاعنا يدفى من تحت جسمه كله هيدفى. الفرشة دي هي البطانية بتاعت الكتكوت بتاعنا، والأمراض ما تجيلهوش. تمام، بنقول الاسبوع الاول بنحضن عدد الفراخ بتاعنا في تلت المكان، ده التلت الاول بتاع المكان محضنين فيه الفراخ بتاعتنا. تمام، حاليا
بعد ما نزلنا 12 ساعة محلول جفاف حاطين دلوقتي مضاد حيوي اسمه فلوريكول 2 سنتي على لتر مية، عبوة 100 سنتي ب50 جنيه. ان شاء الله هستعرضها مع حضراتكم او هنشوفها. بننزل الفلوريكول ده هوت 12 ساعة بالليل، والكالسيوم والفيتامينات والمعادن 2 سنتي على لتر مية. ده دواء بيطري موجود هنا برضو، لان انا عايز الكتكوت بتاعنا ما نقعدش نجهده بالمضادات الحيوية ونقتل البكتيريا النافعة والفلورا، والكتكوت لسه مش عايزين نضغطه بالعلاجات الكتيرة. فانا هديله شوية مضاد حيوي يقابلهم شوية فيتامينات علشان ما يأثروش عليه، وعلشان الفرخ بتاعنا ما يتعبش. مكان برضو فيه ترمومتر، طباق ما شاء الله والمسائي نظيفة ومغسولة كويس تمام. و بنحضر دايما الناس اللي عندها لمبات بتدفي بثلاث لمض، يبقى في لمبة زيادة. عندك دفاية بأنبوبة، لابد تكون في أنبوبة جنب الأنبوبة، ربما الأنبوبة تخلص في أزمة أنابيب. علف بادي 23%، ممكن نضيف عليه أي حاجة، خميرة، كركم، أي أعشاب نضيف عليه مفيش أدنى مشكلة. أنا طبعا طفيت الدفاية عشان أبين لحضراتكم بصوا الكتاكيت اتجمعت إزاي. لما نشوف التجمع ده هوت وتحت الدفاية، لأن الكتكوت ناصح عارف إن الدفاية دي هي مصدر التدفئة أو هو مرتاح تحتها، فعشان كده الكتكوت اتجمع تحتها إزاي، فده مؤشر بيقول إن الكتاكيت بتاعتنا عايزة دفى. أما لما يبقى منتشر في المكان كله انتشار عشوائي هنا وهنا 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 وفي كل حتة، يبقى ده بيدل إن الكتكوت بتاعنا تمام ومرتاح من غير أي درجة حرارة. طبعا درجة الحرارة هي على الترمومتر 21 أو 20.5 بالظبط تمام. وإحنا بنستقبل بلغة الترمومتر بنستقبل الكتاكيت بتاعتنا على 33.5. لو كتكوت حجمه صغير بشاير أو أقل من 40 جرام بنرفع له درجة الحرارة شوية علشان التهاب السرة وعشان الدفى وعشان أمور كتيرة جدا. أما لو كتكوت حجمه طبيعي زي اللي قدامنا دوت 44-45 جرام، فما فيش مشكلة نديله 33. والعبرة يا جماعة بوضع الكتكوت، حالة الكتكوت قدامنا عاملة ايه. فكل الأمور دهيت أو الطرق اللي أنا يعني بتكلم عليها ديت كلها تنجح الكتاكيت بتاعتنا وتخلي التربية بتاعتنا تربية ناجحة ويكون فيها مكسب. ويا رب يعني زي ما انتم شايفين هنا الربع الاول اهوت دهنوا المكان، المتر دوت مدهون بالجير، جير مطفي مش جير حي. المكان كان يعني مغسول ومتعقم ومتطهر وشغل، مفرش اهوت معمول حاجز تمام. بصوا السقف خشب نظيف، لا الشغل طبعا لما يبقى شغل نظيف والمسائي اهوت الكتكوت يدوب. بصوا كده، بصوا الكتكوت يدوب بينزل راسه في المية لما تبقى كل حاجة في المعقول وكل حاجة تبقى كويسة. طبعا الكتكوت بتاعنا يبقى كويس ومفيش فيه اي مشكلة او ما يحصلش اي مشكلة. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنستعرض معلومات كتيرة خاصة بتربية الفراخ، ايه الاضافات اللي ممكن نضيفها وايه هي العلاجات وايه هو اللي هيحصل. ولكن انا حبيت اوضح الطرق دهيت او الفنيات اللي استعرضتها مع حضراتكم في الفيديو علشان طبعا الكل يستفيد من الشغل العملي ومن الزيارات الحقلية اللي أمام حضراتكم. شكرا لحضراتكم وتابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري عزي.